بالنسبه للمتمنيات كاي مغربي كنتمنى انهم يمشوا في ابعد الحدود. والتوقعات ديالي كنظن انهم اوني ان بو بيان ولكن ماشي حتى المستوى اللي كنا كنتوقعوا وكنتمنوه. المباراه الاولى بينات باللي راه كاين خلل شويه سوتو على مستوى وسط الميدان ودفاعيا اوني بيان، مي مالوروزمون ما كاينش البدائل سوتو سمعنا باللي اشرف حكيمي اللي هو راكلي ديال المنتخب كنظن غادي يكون نقطه ضعف في المقابلات الجايه ولكن نتمنوا خير. بالنسبه للتوقعات ديال الماتش الجاي ان شاء الله غادي ان شاء الله النتيجه غادي تكون ان شاء الله مرضيه، يعني واخا غيب 1-0 علاش؟ يعني غادي يكونوا منتخب بلجيكا، منتخب بلجيكا مقارنه مع منتخب كرواتيا ماشي يعني كاين فرق، فهمت؟ يعني لا في ناحيه الجوار لا في الناحيه يعني غادي نكونوا بواحد ندخلوا ان شاء الله بواحد المباراه حماسيه بواحد الروح رياضيه وان شاء الله يكون نديرو نقدمو شي نتيجه جايه باش تمكننا من التاهل للدور الثاني ان شاء الله. الماتش الجاي ان شاء الله يكونوا في المتناول، كنظن انهم اما يخرجوا تعادل ولا يربحوا. المهم ما يخسروش. المهم ما يخسروش. الرساله ديالك للاعبين. الرساله ديالي ليهم. الله يعاونهم وان شاء الله يجيبوها ان شاء الله. هذا العام المنتخب راه باينه وغادي يطلع ودعوا معاه غير بالخير. انا بعدا غادي نرشح على واحد النتيجه وها هي غادي تشوفوها في اذاعه من هنا للحد، غادي نغلبوا بدوعه، غادي نغلبوا بجوج لواحد، واللي لا غلبنا بجوج لواحد انني معاكم هنايا، خسرنا كذا راكم قوقتوا علينا، حنا المهم بغينا المنتخب يفوت، صافي، عاش الشعب وعاش اللي درواش. ان شاء الله يكون في حسن ظن الجماهير المغربيه ويديرنا شي اداء يكون ملاح. فرحونا كما السعوديه فرحت الجمهور ديالها، حنا نتمناو الزلزال بغينا نقولوا ما يبقاش يدير خاويه في خاويه، يبقى يدير خاويه في عامر. نتمناو من الجماهير المغربيه ساند المنتخب وتوقف معاه وان شاء الله يدير لنا شي نتيجه ايجابيه. ان شاء الله ان شاء الله. التوقعات ديالك المغربيه خساره. توقعات المباراه حنا نتمناو لها النتيجه تكون مربحه هي 2-1.